صباح الخير للجميع. شكرا سيد الرئيس. سيدة رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي محترمة، سيد رئيس مجلس النواب البرلمان المملكة المغربية المحترم، سيد رئيس برلمان عموم أفريقيا المحترم، سيد رئيس برلمان أمريكا اللاتينية والكاريب المحترم، سيد رئيس الاتحاد البرلماني الأفريقي المحترم، سيد رئيس برلمان أمريكا الوسطى المحترم، سيد رئيس برلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا المحترم، سيد رئيس برلمان دول الأنديز المحترم، حضرات سيدات والسادة رؤساء المجالس الأعضاء في رابطة مجالس الشورى والشيوخ والمجالس المماثلة بأفريقيا والعالم العربي، سيدات والسادة رؤساء وممثلي البرلمانات والمنظمات الدولية والإقليمية، أيها الحضور الكريم، أريد في البداية باسمكم جميعا أن نرحب بصديقنا وأخينا الكبير السيد رئيس الاتحاد البرلماني الأفريقي السيد فوينتس سوريا ألفونسو، الذي شرفنا بالحضور معنا في فعاليات هذه الندوة بعد أن تعذر عليه لالتزامات مرتبطة بازدحام أجندته البارح. نفتتح هذه الجلسة ما قبل الأخيرة من جلسات الندوة الدولية التي تنعقد برحاب مجلس المستشارين تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله. حضرات السيدات والسادة، إننا في هذه الأثناء سنعيش لحظة تاريخية رمزية قوية، لحظة تاريخية بكل ما تحمل الكلمة من معنى. ولن يخفى عليكم الدلالات الرمزية والسياسية القوية لهذه اللحظة، لأننا بعد قليل سنشرع قبل استئناف الجلسات الحوار المبرمجة في هذه الندوة، بعد قليل سيشرع السادة رؤساء المنظمات والاتحادات البرلمانية القارية والجهوية على مستوى أمريكا اللاتينية كما على مستوى أفريقيا، سيشرعون في التوقيع عن الإعلان التأسيسي لولادة المنتدى البرلماني الأفريقي الأمريكو لاتيني أفرولاك. وكما لا يخفى عليكم فإن هذا المنتدى الذي سنوقع عن ولادته بشكل رسمي، هذا المنتدى هو تتويج لمسار شاق من العمل المتواصل امتد على مدى قرابة 4 سنوات. خلال هذه المدة كان لنا شرف، أنا وأخي وزميلي رئيس مجلس النواب، كان لنا شرف إجراء سلسلة من الاتصالات ومن المناقشات ومن المباحثات مع عدد كبير من رؤساء المؤسسات التشريعية في أفريقيا وفي أمريكا اللاتينية،
وبالضبط مع السادة رؤساء المنظمات البرلمانية القارية والجهوية في أمريكا اللاتينية وفي أفريقيا، والذين شرفونا جميعهم مشكورين بحضورهم معنا اليوم في هذه الندوة. تعرفون حضرات السيدات والسادة المحترمين بأن التعاون والعمل المشترك الذي يتوطد باستمرار بين أفريقيا وأمريكا اللاتينية هو تعاون جسد ويجسد متانة وقوة القيم المشتركة التي تجمع بلدان وشعوب أمريكا اللاتينية وأفريقيا. وهذه القيم القوية، هذه القيم القوية ليست شيئا جديدا أو طارئا على هذا المسار التاريخي من وشائج العلاقات بين شعوب دول أفريقيا وأمريكا اللاتينية، فقد توطدت وتبلورت هذه القيم والقواسم المشتركة بين شعوب القارتين، توطدت وتقوت إبان سنوات وعقود حركات التحرر الوطني التي اجتاحت القارتين في الخمسينات والستينات من القرن الماضي. وها نحن اليوم، ها نحن اليوم ندشن معا محطة أخرى في هذا المسار، مسار توطيد الشراكات، مسار توطيد العلاقات بين شعوب القارة الأفريقية والقارة الأمريكا اللاتينية. ولن يخفى عليكم بالتأكيد، وقد ظهر ذلك من خلال مناقشات الأمس، وظهر كذلك في كل الملتقيات الدولية التي أتيحت لنا فرصة التحاور والتفاعل فيها بين الأفارقة وبين أمريكا اللاتينية، أتيحت لنا الفرصة للوقوف على التحديات المشتركة التي تسائلنا جميعا. وهذه التحديات يظهر أنها في تفاقم مستمر، ويظهر أنها تزداد تعقيدا. فبالاستناد لرصيد القيم المشتركة الذي بنيناه معا، وبالاستناد إلى تقاسمنا في أفريقيا وأمريكا اللاتينية لنفس التطلعات ولنفس الطموحات، توطدت وتقوت أكثر إرادة العمل المشترك من أجل مواجهة هذه التحديات أو هذا الجيل الجديد من التحديات المتربصة بشعوبنا. إنني لا أتحدث هنا فقط عن التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية والتي تضررت وتتضرر من جرائها شعوب أمريكا اللاتينية وأفريقيا وضمنها المنطقة العربية. إنني لا أتحدث فقط عن التحديات المرتبطة بالتحولات الجيوسياسية التي تحدث في منطقتنا ومن حولنا. إنني لا أتحدث فقط عن التحديات المشتركة التي يتعين أن نجابهها معا يدا في يد، تحديات المرتبطة بتدفق موجات الهجرة غير النظامية، ولكنني أتحدث فوق هذا وذاك عن تحديات مرتبطة بطموح شعوبنا لإنجاح عدد من تجارب الانتقال الديمقراطي، وعن طموح عدد من شعوب قارتينا في أمريكا اللاتينية وأفريقيا لإنجاح تجارب توطيد البناء الديمقراطي. ولكن أيضا يوجد في صلب وفي مقدمة أولويات والتحديات المشتركة التي تسائل أفريقيا وأمريكا اللاتينية، يوجد في صلبها كذلك التحديات المتعلقة بالاستجابة لتطلعات مشروعة متجدرة وتتسع باستمرار، تطلعات شعوبنا لتحقيق التنمية المستدامة. ولكن أيضا
طموحنا الجماعي لتصحيح الاختلالات الموجودة في النظام الاقتصادي العالمي، والتي تعد إحدى الأسباب العميقة لكل الفجوات والأزمات التي لا زلنا نتخبط فيها. وبمعنى من المعاني، فإن ما هو مطروح في جدول أعمال شعوب أفريقيا وأمريكا اللاتينية وضمنها منطقتنا العربية، ما هو مطروح في جدول أعمالها هو العمل المشترك من أجل تصحيح هذه الاختلالات التي تميز النظام الاقتصادي العالمي، والتي تشير عدد من المؤشرات إلى أنها سوف تظل مستمرة. وسيكون من المشروع تماماً نحن ممثلي شعوب أفريقيا العالم العربي وأمريكا اللاتينية أن نضع في جدول أعمالنا المطالبة بجبر الضرر الجماعي الذي لحق بهذه المناطق. في سياق كل ذلك بنينا معا على مدى سنوات طويلة، بنينا معا وبلورنا معا قناعة مشتركة أننا نحن شعوب أفريقيا وأمريكا اللاتينية والعالم العربي بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى توطيد التعاون جنوب، إلى توطيد التعاون جنوب، وإلى العمل باستمرار من أجل بناء وتوطيد الثقة في قدرتنا الجماعية، في قدراتنا الجماعية، قدرتنا الجماعية على تقرير مصائرنا بأنفسنا وعلى صياغة مستقبلنا المشترك. من هنا برزت فكرة تأسيس منتدى برلماني يجمع برلمانات أفريقيا وبرلمانات أمريكا اللاتينية، وهي الفكرة التي تجاوبتم معها واشتغلنا عليها لمدة تقارب 4 سنوات، وها هي هذه الفكرة ترى النور هنا فوق أرض المغرب. المغرب الذي سعى باستمرار ولا يزال بقيادة جلالة الملك إلى أن يكون جسراً قوياً يوحد تطلعات وطموحات شعوب أمريكا اللاتينية وأفريقيا وامتدادنا العربي بطبيعة الحال. وأود أن أوضح بأن هذا المنتدى الذي سنوقع عن إعلانه التأسيسي بعد لحظات، هذا المنتدى البرلماني الذي يجمع برلمانات أفريقيا وأمريكا اللاتينية ليس ولن يكون بديلاً عن المنظمات البرلمانية أكانت دولية أو قارية أو جهوية، بل إن هذا المنتدى سوف يعزز أكثر العمل والكفاح الذي يقوده ويخوضه برلمانيو العالم بأسره ضمن إطار الاتحاد البرلماني الدولي، الذي نتشرف نحن شعوب الجنوب بأن تكون على رأسه سيدة تجسد القيادات الشابة التي تناضل من أجل عالم أكثر عدلاً وأقل عنفاً. يوجد بين أيديكم الإعلان التأسيسي للمنتدى البرلماني الأفريقي الأمريكو لاتيني أفرولاك وأرضيته التأسيسية. وفي هذه الوثيقة ستلاحظون بأن الأهداف التي اتفق على أن نضمنها في هذه الوثيقة التأسيسية، هذه الأهداف تتمثل في أننا نسعى في إطار هذا المنتدى إلى توفير فضاء للحوار المثمر بين برلمانات أفريقيا وأمريكا اللاتينية. نهدف كذلك إلى توفير أرضية التقائية للعمل المشترك، وإلى إتاحة المجال على أوسع نطاق لتبادل الخبرات والممارسات الفضلة. والأهم من كل ذلك، فإن هذا المنتدى يسعى وينبغي أن يقوم بدور
الترافع وإسماع صوت شعوب أمريكا اللاتينية وأفريقيا في عالم شديد القسوة وفي عالم مضطرد. هذا المنتدى في فلسفته العميقة يسعى إلى أن يكون صوت الجنوب، يسعى إلى أن يكون آلية للترافع والدفاع عن تطلعات شعوبنا، سواء في ارتباط بقضايا السلم أو في ارتباط بقضايا العدالة الاجتماعية أو في ارتباط بقضايا العدالة المناخية أو في ارتباط بقضايا التنمية المستدامة أو في ارتباط بقضايا تكريس سيادة القانون وحقوق الإنسان أو في ارتباط بقضايا تصحيح الاختلالات الموجودة في النظام الاقتصادي العالمي، والتي نعد نحن شعوب أفريقيا وأمريكا اللاتينية إحدى ضحايا ما يوجد فيه من ظلم وإجحاف. أعود وأؤكد بأن هذا المنتدى الذي يتوج مسار 4 سنوات من العمل المشترك مع أصدقائنا وإخواننا رؤساء المنظمات والاتحادات البرلمانية في أمريكا اللاتينية وفي أفريقيا سوف يشتغل من أجل دعم الجهود الذي يقوم به الاتحاد البرلماني الدولي وعلى رأسه السيدة جابرييلا رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي. والآن أستأذنكم في تلاوة الإعلان التأسيسي للمنتدى البرلماني الأفريقي الأمريكي اللاتيني، وقد ترجمناه إلى اللغة الفرنسية والإسبانية والإنجليزية كي يكون في متناولكم جميعا. الإعلان التأسيسي للمنتدى البرلماني الأفريقي الأمريكي اللاتيني أفرولاك: إن برلمان المملكة المغربية ممثلا بالسيد الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب والسيد حكيم بن شماش رئيس مجلس المستشارين، وبرلمان عموم أفريقيا ممثلا برئيسه السيد روجين غودو دانغ، وبرلمان أمريكا اللاتينية والكاريب ممثلا برئيسه السيد خورخي بيزارو، والاتحاد البرلماني الأفريقي ممثلا برئيسه السيد ألاسان بالاساكاند، وبرلمان أمريكا الوسطى ممثلا برئيسه السيد فوينتس سوريا ألفونسو، وبرلمان المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا ممثلا برئيسه السيد مصطفى سيسيلو، وبرلمان دول الأنديز ممثلا برئيسه السيد رونالدو سوسا ونامبال، ورابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة بأفريقيا والعالم العربي ممثلة برئيسها السيد حكيم بن شماش، وتأسيساً على مذكرة التفاهم الموقعة بين رئيس برلمان عموم أفريقيا ورئيس برلمان أمريكا اللاتينية والكاريب ورئيس رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة بأفريقيا والعالم العربي بجمهورية بنما بتاريخ 16 يونيو 2019، وعلى مضامين إعلان ريو بامبا الموقع بين رئيس رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة بأفريقيا والعالم العربي ورئيس البرلمان الأنديني بتاريخ 19 يونيو 2019، وعلى مذكرة برلمان أمريكا الوسطى المقدمة بتاريخ 18 أكتوبر 2018، وتأسيساً كذلك على النقطة 7 من البيان الختامي لقمة رؤساء البرلمانات الجهوية والقارية بأمريكا اللاتينية والكاريب المنعقدة على هامش الجمعية العامة لبرلمان أمريكا الوسطى بجمهورية نيكاراغوا بتاريخ 30 غشت 2019، واستحضاراً للروابط والقيم المشترك والقواسم المشتركة التي شكلت أسساً للعلاقات التاريخية بين بلدان وشعوب المنطقتين الأفريقية والأمريكية اللاتينية، واعتباراً للتحديات المتعددة والمتنامية المرتبطة بالمتغيرات الجيوسياسية على الصعيد العالمي التي تواجهها شعوب المنطقتين، واستناداً إلى خلاصات المنتديات الثنائية والمتعددة الأطراف على المستويين الإقليمي والجهوي التي احتضنتها أو شاركت فيها برلمانات المنطقتين
الأفريقية والأمريكو لاتينيا، وخصوصا فعاليات الاجتماع البرلماني بمناسبة كوب 22 بمراكش، وتوصيات أشغال اللقاء التنسيقي للبرلمانات الأفريقية حول التغيرات المناخية الذي انعقد بنفس المناسبة، وكذا خلاصات الندوة البرلمانية التي نظمت بمناسبة القمة العالمية للهجرة والتنمية التي استضافتها المملكة المغربية. ونظراً للأهمية الاستراتيجية للتعاون جنوب-جنوب، وأهمية التعبئة الشعبية الشاملة، والضرورة الملحة لتطوير دبلوماسية برلمانية ناجعة قادرة على استشراف آفاق أرحب للتعاون المتعدد الأبعاد، وتعميق البعد الاستراتيجي الذي من شأنه جعل التعاون البرلماني بين بلدان المنطقتين قاطرة لتعزيز التعاون جنوب-جنوب، وإذ يثمنون عالياً الدور الريادي الذي تلعبه المملكة المغربية بقيادة عاهلها جلالة الملك محمد السادس في إطلاق ودعم كل المبادرات التنموية والتضامنية الهادفة إلى تطوير الشراكة والتعاون جنوب-جنوب، يعلنون ما يلي: يعلنون عن تأسيس المنتدى البرلماني الأفريقي الأمريكو لاتيني أفرولاك بمثابة فضاء مؤسساتي للحوار التفاعلي البناء، وأرضية للالتقائية العمل البرلماني في أفق تيسير الاندماج الجهوي وتعزيز التعاون جنوب-جنوب، وآلية للترافع وإسماع صوت شعوب أمريكا اللاتينية وأفريقيا بشأن قضايا السلم والعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة والعدالة المناخية والحكامة الديمقراطية العالمية وسيادة القانون وحقوق الإنسان. وتقديراً للدور الذي لعبه البرلمان المغربي خلال السنوات الأخيرة من أجل ربط جسور التعاون بين برلمانات المنطقتين الأفريقية والأمريكو لاتينية، يعهدون لرئيسي برلمان المملكة المغربية بتنسيق مع برلمان أمريكا اللاتينية والكاريب مباشرة التواصل مع المنظمات والهيئات البرلمانية الجهوية والوطنية التي لم تستكمل بعد المساطر المعمول بها وفق قوانينها التنظيمية للمصادقة على الميثاق التأسيسي للمنتدى البرلماني أفرولاك من أجل استكمال الهيكلة التنظيمية النهائية للمنتدى. حرر بالرباط بمقر مجلس مستشارين يوم الجمعة فاتح نوفمبر 2019. والآن بعد تلاوة هذه الوثيقة أدعو السادة الرؤساء للتوقيع على هذه اللحظة، لا أقول للتوقيع على هذه الوثيقة ولكن للتوقيع على هذه اللحظة التاريخية التي ندشن فيها معا تحت إشرافي وبحضور السيدة رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي أفقها الواعد. أدعو السيد الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب بالمملكة المغربية. Thank you.
أدعو، شكرا سيد رئيس، أدعو الآن السيد روجي نغودو دانغ رئيس برلمان عموم أفريقيا. أدعو الآن السيد خورخي بيزارو رئيس برلمان أمريكا اللاتينية والكاريب. شكرا. أدعو الآن السيد ألاسان بالا ساكاند رئيس الاتحاد البرلماني الأفريقي.
أدعو الآن السيد فوينتس سوريا ألفونسو رئيس برلمان أمريكا الوسطى بارلاسان. أدعو الآن السيد مصطفى سيسيلو رئيس برلمان المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا سيدي عاو. شكرا. أدعو الآن السيد رونالدو سوسا ونبار رئيس برلمان دول الأنديز.
وأخيرا أدعو رئيس مجلس المستشارين ورئيس رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة بأفريقيا والعالم العربي. Quand même. Voilà.